السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في حلقة جديدة عن الواتس الأخضر والواتس الأزرق، وإزاي الواتس الأزرق دوت حل لي مشكلة. المشكلة كانت تتلخص في إن أنا عندي رقمين، واحد شغال في مصر وواحد شغال في المملكة العربية السعودية، وأنا عاوز أنزل واتس يقبل رقمين. طبعا بالطريقة العادية إن إحنا بنخش على الجوجل بلاي وبنحاول ننزل الواتس من سوق جوجل اللي هو الأخضر، فبيطلب مني رقم واحد فقط ليس إلا. لو انا حبيت ادخل رقم تاني على الواتس الاخضر دوت، فما بيقبلش مني ان هو يقبل يشتغل برقمين في نفس الوقت. فالمهم دخلت في نقاش مع احد الاصدقاء وكده، فقال لي انت ممكن تنزل الواتس الاخضر دوت من الجوجل بلاي وتثبته عندك بالرقم اللي هو الاساسي بتاعك اللي انت تشتغل عليه، وبعدين تنزل على السيرش، تنزل على الجوجل وتعمل سيرش على الجوجل الواتس اللي هو الازرق اللي هو البلس دوت، وتنزله على الجهاز بالرقم التاني اللي انت عاوزه. وفعلا انا جربت النتيجه دي يا جماعه، شغلت الواتس الاخضر ده برقم وشغلت الواتس الازرق ده برقم، والنتيجه فعلا كانت نتيجه تمام. طبعا ان شاء الله باذن الله انا هرفق لك رابط بالواتس الازرق علشان ما تدورش كتير اسفل الفيديو باخر تحديث ليه. وكمان هتلاقي في الواتس الازرق دوت اللي هو الواتس بلس دوت زي ما تقول كده في اضافات وفي تحسينات وفي امكانيات افضل من الواتس الاخضر دوت. والمهم ان هو حل لي مشكله ان انت يبقى عندك واتس شغال برقمين، عندك واتس اخضر شغال برقم وعندك الواتس الازرق شغال برقم تاني. وبكده نكون احنا استفدنا بمعلومه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.